ومستمرين معاكم في شرح موقع ليوناردو دوت اي اي لتصميم باستخدام الذكاء الاصطناعي. النهارده يا جماعه هنعمل تجربه جديده وهي ان احنا نستخدم موقع ليوناردو بمساعده شات جي بي تي. هنستخدم شات جي بي تي عشان يساعدنا ان احنا نعمل برومبت احترافي نقدر ان احنا نستخدمه على موقع ليوناردو عشان يطلع لنا تصميمات احترافيه. يلا بينا. احنا دلوقتي على الشات جي بي تي هنطلب منه يعمل لنا جنريت 3 برومبتس فور لوجو فور برينتينج بريس، يعني عايزينه يعمل لنا 3 امثله لبرومبت للوجو لمطبعه، وبعد كده هندوس انتر. هيبدا دلوقتي ان هو يكتب لنا الثلاث انواع برومبت اللي احنا طلبناهم، وطبعا كل نوع هيبقى مختلف عن التاني. طبعا بكل بساطه هنروح هنا ناخد كل واحد فيهم ونروح بكل بساطه واخدينه كوبي ونرجع على ليوناردو دوت اي اي ونرجع على المربع الحوار ده وندوس انتر، وبعد كده بنختار الموديل ونعمل جنريت. نقدر هنا نكتب في المربع ده ترجمه للعربيه عشان يترجم لنا كل الكلام اللي طالع ده عشان نبقى فاهمين هو هيطلب تصميم عامل ازاي. يعني هو مثلا هنا بيبدا يترجم لي التصميم الاولاني، بيقول لي كم تصميم شعار حديث واحترافي لمطبعه تحمل اسم برنت ماسترز، كم بدمج عناصر مثل اله المطبعه وادوات الدقه واسلوب خطوط نظيفه لنقل شعور بالخبره والدقه وخدمات المطبعه عاليه الجوده. ده البرومبت الاولاني اللي احنا استخدمناه عشان يطلع معانا بالشكل ده. دي كانت النتيجة الأولانية للتصميم الأولاني، طلع معانا بالشكل ده، حاجة كده تحسها كده غريبة كده مختلفة، طلعت لنا التصميم اللي احنا شايفينه ده. طبعا كل بساطة تقدر انت تشيل الكلام ده وتحط الكلام اللي انت عايزه، وطبعا اداك فكرة كويسة جدا لاسم مطبعة أو للوجو مطبعة. نرجع ناخد التصميم التاني معانا النهاردة، وهو بكل بساطة هنروح هنا ناخد كيمين كوبي، نرجع تاني هنا على ليوناردو ونرجع على مربع الحوار ونحط بيست ونختار جنريت. بيقول لي بقى التصميم التاني ده، بيقول لكم بإنشاء شعار فريد وفني لمطبعة فاخرة تحمل اسم انك انفيترز، استكشف دمج عناصر مثل رشات الحبر وألوان زاهية ونمط خطوط إبداعي ليعكس النهج المبتكر والإبداعي في عملية الطباعة. ده الترجمة بتاع البرومت اللي احنا بنعمله دلوقتي عشان يطلع معانا بالشكل ده، ودي كانت النتيجة. بصراحة حلو قوي. طبعا نقدر بكل بساطة ان احنا ناخد اللوجو ده نشيل الاسم ده ونحط اسم تاني عشان نعمل تصميمات احترافية بالشكل ده. طيب نرجع بقى للوجو الاخير معانا النهارده، هناخده كده كوبي ونرجع برده تاني على ليوناردو ونحطه هنا بالشكل ده بيست جنريت ونشوف ترجمته ايه. هنا بيقول لك طور شعارا كلاسيكيا وخالدا لشركه طباعه تاريخيه تحمل اسم هيريتيج بريس، يرجى النظر في دمج عناصر مثل قلم ريشه ومطبعه قديمه وانماط خطوط انيقه لاحداث شعور بالتقاليد والحرفيه وتاريخ غني في صناعه الطباعه، عشان بكل بساطه هيطلع معانا هنا بالشكل ده. هنا عمل لك حاجه قديمه خالص بالستايل ده، تقدر ان انت بكل بساطه تشيل التصميم او تشيل الكلام ده وتحط الكلام اللي انت عايزه. اذا فالجميل هنا ان موقع شات جي بي تي بيساعدك ان انت تعمل تصميمات احترافيه او برومبت احترافي تقدر تعمل من خلاله برومبت احترافي، تصميم احترافي. وانا هنا طبعا بصراحه عجبني قوي ده، يعني ده حلوه كده، في فكره كده جميله قوي، ولو احنا شلنا الكلام ده وحطينا اي كلام تاني هيبقى لوجو جميل جدا. وكده دي كانت حلقه النهارده، ده ان احنا نعمل 3 تصميمات احترافيه باستخدام موقع ليوناردو عن طريق ان احنا عملنا برومبتس احترافي على موقع شات جي بي تي. اتمنى تكون عجبتك الحلقه، انتظرونا ان شاء الله في حلقات كتيره جديده هنقدر نشرح فيها ازاي ان احنا نعمل تصميمات احترافيه على موقع ليوناردو دوت اي اي. لو عجبتك الحلقه ما تنسيش تكتب في القناه وتفعل زر الجرس عشان يظهر لك كل فيديوهاتنا. في النهايه السلام عليكم.